اهلا بحضراتكم في تغطية فنية جديدة من تلفزيون اليوم السابع. هنعرف من خلال اهم الاخبار والاحداث والترندات الفنية. وخليني ابدا مع حضراتكم باول قصة معانا النهاردة، وهي عن مسلسلات رمضان 2023 اللي بدا بالفعل مجموعة من النجوم في تصوير مسلسلاتهم اللي هينافسوا فيها في السباق الرمضاني اللي جاي، زي مثلا الفنانة نيلي كريم اللي بدات تصوير مسلسلها الجديد عملة نادرة اللي من اخراج منذ العدل ومن تاليف مدحت العدل، وهيشاركها البطولة احمد عيد، جمال سليمان، جمانة مراد وزوجها هشام عاشور وغيرهم من النجوم. والمسلسل هيدور في إطار الصعيدي وهيناقش مجموعة من القضايا اللي بتدور في الصعيد. كمان أعلنت شركة سينرجي عن بدء تصوير مسلسل سوق الكانتو اللي هيقوم ببطولته النجم أمير كرار، وهيبقى من تأليف المؤلف هاني سرحان ومن إخراج المخرج حسين المنباوي. وبدأ فريق العمل في التصوير في الديكور الأساسي داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وهيشارك كرار البطولة مجموعة من النجوم زي الفنانة مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، سلوى عثمان، وعبد العزيز مخيون وغيرهم من النجوم، وهتدور أحداثه في إطار شعبي. أما بقى النجم محمد رمضان فبيصور حاليا مشاهده الداخلية في مسلسله الجديد العملة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي بقيادة المخرج محمد سامي، وصور رمضان مع فريق العمل مجموعة من المشاهد داخل منزل والدته في المسلسل وصيفة، واللي هتلعب دورها الفنانة القديرة هالة صدر. واخيرا بقى بدا النجمين ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي في تصوير مسلسلهم الجديد ضرب نار، المسلسل من تاليف ناصر عبد الرحمن واخراج مصطفى فكر، وهتدور احداث المسلسل في اطار اجتماعي شعبي، وهيجسد العوضي شخصيه محوريه في المسلسل هيبقى اسمه جابر ابو جديد من محافظه سوهاج، وهيشارك العوضي وياسمين مجموعه من النجوم منهم هدى الاتربي، ايمان السيد، بدريه طلبه، احمد عبد الله محمود اللي شاركوا معاهم قبل كده في مسلسل اللي ملوش كبير، وهتنضم ليهم الفنانه سهير المرشدي وغيرها من الابطال. تعالوا بقى اقول لكم على خبر لطيف قوي. اصدرت وكاله بيج هيت ميوزك المسؤوله عن اداره اعمال فرقه بي تي اس الشهيره بيان جديد. ليه بقى؟ هقول لكم. بسبب نجمها الشاب جين اللي طلبت فيه كل محبين انهم ما يروحوش وراه موقع تجنيده في كوريا الجنوبيه، وده سبب خوفهم من التجمهر قدام المكان. واكدت الشركه في البيان ان ده وقت خاص للاهالي بس، وان وجودهم هيعطل سير الحركه الطبيعيه لليوم، خاصه ان جين مش هيقدر حتى يسلم على جمهوره من بعيد، وده بسبب القواعد الصارمه الخاصه بالجيش. وشارك جين بقى صوره جديده ليه اللي كشف فيها للجمهور عن شكله الجديد بعد الحلاقه. المفروض ان جين هيبقى موجود في مركز تدريب المجندين لمده 5 اسابيع، وبعد كده هيتم نقله في وحده الصفوف الاماميه للجيش. كمان بقى النهارده من شويه عرفنا قائمه ترشيحات جوائز الجولدن جلوب لسنه 2020، والمفروض هيقام حفل توزيع الجوائز في شهر يناير من السنه الجايه 2023. وكان بقى من ابرز الافلام والاعمال اللي تم الاعلان عن وجودها في القائمه هو افاتار ذا واي اوف ووتر اللي احنا مستنيين اكشلي ينزل كمان يومين، الفيس ذا فابلمنتس لستيفن سبيلبرغ، بابلون وايفري ثينج ايفري وير اول ات وانس وتراينجل اوف سادنس وفيلم جلاس اونيون وغيرهم من الاعمال. دي بقى كانت تغطيتنا النهارده. عشان تعرفوا اخبار اكتر تابعوا موقع ومنصات اليوم السابع. شكرا على المتابعه.